هلا بعد ما سمعنا الموسيقى الحلوه من فرقه جيتاناي وصلنا للطبخ مع غاده التلي. هلا غاده كنا نرقص ونغني، هلا ما نطبخ. اجى وقت الجد. غاده شو محضرتي لنا اليوم؟ كانيلوني بس حنعمله بالفراخ والسبانخ والكريمه. وكريمه كثير حلو. شو محضرتي؟ والحلو كيكه جزر. هو في ناس كثير بيعرفوا كيكه الجزر بس مش كل الناس عندهم وصفه مظبوطه وحلوه ليها. حلو، فالنهارده هنديهم وصفه تكون حلوه يعتمدوها. حلو، اوكي بدنا نبلش بالكانيلوني. بنحكي العيارات يمكن اول. يلا اوكي، عندك المقادير؟ اوكي تقوليها انت على ما احضر انا الحاجه. اوكي يلا دقيقه. فراسنا اللي اياها رائد. اوكي، صدر دجاج وبصلة وكوب فطر واثنين كوب سبانخ، نص معلقة صغيرة جوزة الطيب، اثنين كوب كريمة سائلة، مكعب مرقة دجاج، كوب جبنة أمنتال مبروشة، وكوب طحين، كوب ونص حليب، وبيضة، وملح وفلفل طبعا حسب الطلب. الأول إحنا عايزين نعمل الكانيلوني. أوكي، أول رح نعمل الكانيلوني، العجينة بتاعت الكانيلوني. فهي هنحط البيضة. أنت رح تعملي العجينة، مش رح نستعمل إشي جاهز، هنعمل عجينة الكانيلوني. هنعمل العجينة الأصلية، ما فات عملنا الكانيلوني الكذاب، فاكرة؟ مظبوط مظبوط. النهاردة الكانيلوني الأصلي اللي هي زي عجينة الكريب. عجينة الكريب. أوكي، فهي بيضة وكوباية لبن. كوباية حليب. ونص لبن حليب. حليب، يعني إذا حطينا بيضة وكوباية ونص حليب وتقريبا كوباية دقيق وكوباية طحين. كوب طحين. عم نعمل هلا العجينة. وحطيتي زبدة مش هيك؟ لا لا ما فيش زبدة. لا لا. طبعا لو هتعمليه حادق بتحطي له شوية ملح، لو هتعمليه حلو ممكن تحطي له شوية فانيلا لو عايزة. اوكي، يعني هو نفس عجينة الكريب مش هيك غادة؟ تقريبا تقريبا زي الكريب. طيب اذا بدنا نضربها على الخلاط. يعني هاي الكمية كم من وحدة بتعمل؟ بتعمل تقريبا 12 10 اوكي، حسب كمان الطاسة اللي بتعملي فيها. مظبوط، حسب الكب يعني. الكوب اللي بتعيشي حسب المقلاية اللي هتعملي فيها. اوكي، اذا هاي الكمية بتعمل لنا تقريبا على هذا القياس رح نعمله 12 حبة. بس يمكن نعوز شوية حليب، احنا بنبقى عايزين العجينة تبقى سايلة بس لزجة شوية. اوكي. طبعا عشان تقدر تساعدك لما عشان تحطيها في المقلاية. اورايت. اوكي. زدتي لها شوية حليب. شوية حليب. دلوقتي هنوريهم القوام اللي احنا بنبقى عايزينه. عجينة الكريب سهلة خالص. أوكي. ومش حطها هون. مضوية هلا النار. جاهزة مش هيك؟ اهي شايفة ازاي لازم تكون. أيوة. بالتخن ده. أوكي. تقريبا. وهلا لازم تعيري يمكن كل الكفكير قد الثاني عشان يطلع. يعني انا ما بعيرش، وانت بس بتحطي لغاية ما تلاقي الطاسة اتغطت. اوكي يلا. عامة دايما كيف لازم تكون النار تحت المقلاي؟ وسط وسط، مش حامية كثير مشان ما ينحرقوا. انا في عندي هون عينتين شغالين، ايل شغال عندي. لا ما احنا هنعمل الحشوه كمان. انت كمان بدك للحشوه. اوكي، فدلوقتي هنحط زيت. الزبده عامه بتتحرق لما بتحطيها، فانا بفضل احط مزبوط. الزيت. ممكن مرات نستعمل السبراي مش هيك؟ ممكن طبعا، هو بدل المقلايه ما بتلزقش زي بتوع فلونا دول، فبيبقى سهل انك تحطي شويه زيت قليلين. لانه صعب بمقلاي ثانيه بتلزق. ممكن تلزق. اوكي، فاحنا عايزين نحط الاول، لازم تسخن كويس. هو عامه اول واحده دايما بتبوظ. صح، دايما حتى بره بيقولوا انه دايما اول واحده بتبقى للبت لا احنا بناكلها. طبعا بس ده يعني مثل سكر. مثل طبعا. مظبوط مظبوط. سكر يعني اول واحده دايما بتبوظ. بيتحط لها طبعا سكر او نوتيلا او اللي انت عايزاه او مربى. بالظبط. اوكي، نجرب نحط. يلا نجرب واحدة. أول واحدة أنت بتحطها وبنلفها كده.
وانت بتتحكمي قد ايه بدك اياها حميله. اه بالضبط بنلفها لغايه بنلف المقلاي ما تغطي كل. اوكي هاي عم نعمل ثاني كمان. احنا طبعا عاملين مجموعه عندنا انت محضره اذا هي هيك سهله يعني مش عم تاخذ اكثر من دقيقتين كل مره مزبوط؟ لا لا ما بتاخذش. اوكي هلا رح نعمل الحشوه. بس ناخذ الحله نعمل فيها نبتدي نعمل الحشوه. طبعا الحشوه كل واحد بيعمل اللي هو عايزه بس دي انا عملتها من اوكي من اخترعتيها يعني اختراع غادة فطلعت لذيذه وعجبت الناس حلو كده. فقلنا خلينا اعتمدتها دايما في العزايم بقيت اعملها. خلاص دقيقه وطلعيها. اوكي حياتي. هي جاهزه. اوكي احنا دلوقتي هنحط عم نعمل هلا الدجاج كثير صغير لانه بده يوسع جوا الكانيلوني. بالضبط. حلو هنحط شويه زيت. انا طفيتها هاي العين اذا هي لانه اكبر انت رح تستعمليها. هنحط أوكي. شويه زيت. حطينا زيت. شايفه ما هو اهم شيء الطبخ حلو يكون سهل الواحد ما يحس حاله كثير بده يتغلب. ما هو بصي هقول لك عشان تقدري تستمتعي فيه ما يكونش كثير معقد. يعني هي في طبعا في كلهم شاطرين بس في ناس بيطلعوا بيعملوا حاجات بتحس انك مش ممكن تعمليها بس تتفرجي عليها وخلاص. فانا بحاول اقدم الوصفات اللي بتوصل للناس. صح هذه السر الطبخ اللي عندك. هلا حطيتي البصل غاده. حطيت البصل. طيب احنا دلوقتي حطينا السبانخ. هلا عملناه حطينا اول شيء البصل وحطيتي الدجاج المشروم والسبانخ. ايوه دلوقتي هنحط الكريمه. رح تعملي الكريمه بس هي عباره عن كريمه. جبتي الكريمه السائل. الكريمه السائله. اوكي هلا غاده لانه كثير ناس عم بيسالونا على الوصفه وعم بيجينا تليفونات وكانوا بدهم يعرفوا الكريب فنحن رح نعطي الوقت الكافي لهي الطبخه ونخلي كيك الجزر للخميس احسن. اوكي اذا هيك بنقول للي عم بيحضرونا اللي عم بيستنوا كيكه الجزر عشان نعطي طبخه الكانيلوني بالدجاج والسبانخ حقها لليوم لانه كثير في استفسارات عن الكريب والاكل نفسها. رح نخلي كيك الجزر ليوم الخميس فتابعوا الشيف غاده بالكاروت كيك او كيك الجزر ليوم الخميس. طيب حطينا دلوقتي الكريمه. شو دفتي هلا؟ ولا حاجه سبانخ والبصل والفراخ والسبانخ وشويه الزيت وملح وفلفل. ودلوقتي هنا بس هنحط الكريمه وهنحط لها المكعب المرق. اوكي على الكريمه حطيتي. لان هي ما فيهاش طعم. اوكي خلاص هنحط بقى جوزة الطيب. بدك هاي للمراه تحركيها. اوكي هنحط شويه جوزة الطيب على ال اها كنش القرفه بس. اوكي بس تنشف الميه. بتجنن الريحه كثير زاكيه. وهنا كمان ابتدى يغلي. هلا انت بدك الكريمه تغلي شوي. بس تغلي علشان تكون دابت فيها الكيوب المرق. اوكي بايش رح تحطي؟ اجيب لك بايركس موجود. ماسكه ريحته بتجنن. هلا احنا مش ضروري نغلي كثير. هو بس اهم شيء يستوي الدجاج بالاول مزبوط؟ لا هو مستوي خلاص. خلص استوى لانه صغير. انا ما حطيتش السبانخ غير لما استوت الفراخ لان السبانخ لما تحطيها هتنزل ميه. اوكي فاحنا عايزين تكون الفراخ مستويه. حلو. وهي بتاخد نحط شويه دايما الكانيلوني او الحاجات دي بنحب نحط شويه صوص تحت علشان العجينه ما تلزقش لانه مرات بتحطي العجينه مزبوط. بتفضل حوالين الكريب وما بتنزلش تحتيها فبتتحرق يعني بتبقى الصوص مش محروقه بس الكريبايه نفسها من تحت محروقه. فاحسن حاجه نحط شويه صوص تحت. اوكي خلاص دي كده خلصت. بدي ادق واحده من الكريب هاي اللي خربشتها انا طلع لها اصابع. ريحتها كثير زاكيه. يا الله الكريب اختراع كثير زاكي. انت عارفه كمان ممكن نفس الكريب يحطوا له برش البرتقال. نفس جوه بيتحشي برضو برتقال اللي هو بيبقى الكريب سوزات اللي هو اصل البرتقال الكريب اللي طلع منه بقيه الفروع. هو اول شيء بلش بالكريب سوزات. كريب سوزات اسمعي بعدين كثير بتقدر تحطي عليها نوتيلا وموز مثلا. نوتيلا وموز وفوق بقى كده رشه بندق او جوه برضو جوه.
برضو جوه يبقى حلو. لا فظيع الكريب، اختراع رائع. او فروت سالاد مع كريمه بقلبه كثير يعني بقدر واحد يتفنن فيه. حرام عليكي، حرام عليكي. اسمع هاي انا عملتها، انا بدي اكلها صح غاده؟ ايدي بصير اكل لانه انا عملتها هاي. اوكي انا ما تعشيتش من ليله الصباحيه مستنيه كريب ولا ايه؟ خلاص هنحط فيها شويه من الخلطه بتاعتنا. ضل معانا 6 دقائق بدنا نفرجي كيف نحطها بالفرن. اوكي اشوف كيف كل وحده بتعمليها. كده بس وبنلفها. اوكي وبنحطها. رح تعمليها على طول جات. اوكي حطها هون شوي. يلا اكله سريعه بس برضو لما بتقدميها في العزايم يعني الناس فاكره ان انت واقفه كتير او ما حدش هيصدقوا انك انت اللي عاملاها. حلو بس بتلفيها هيك وبنخلي رح تخلي الاطراف مفتوحين مش رح تسكريها. لا مفتوحين ما فيش مشكله. لا اوكي. والجبنه الايمنتال وين رح تحطيها؟ على الوش. خلص اذا جوا ما فيش كريمه ولا شيء. لا ما فيش، كفايه دول نعمل الثلاثه بس. لا انا ما عنديش مشكله اعملهم. لا يلا اعملهم. احنا بدنا نحطهم بالفرن قد ايه بدهم بالفرن؟ بس تسيح الجبنه يعني 3 دقائق. بس لانه كل شيء مطبوخ. كله مطبوخ احنا بس عايزين والكريمه سخنه. بس رح ترجع تحطي كمان كريمه فوقيهم وجبنه ويغلوا كم من دقيقه بالفرن. بس تسيح الجبنه وتبقى خلاص. اوكي جود. لا مش معقول هاي كثير سريعه الاكله. بس مش ممكن حد يشوفها ويقول انها اتعملت بسرعه. مظبوط لانه كل شيء زاكي بقلبها. انا بحاول يعني ما اقدمش الاكلات المفزلكه اللي هي ايوه. وبعدين بلاحظ كمان في كتير بيحاولوا يصعبوا الحاجه علشان خاطر تبان ان فيها شغل كتير. طب ما انت يعني ستات البيوت ما بيحبوش كده. مظبوط وهالايام الناس كتير شغلها وخصوصا الستات اللي عم بيشتغلوا يعني بدهم شغله سريعه بالزبط. وتكون زاكي يستمتعوا فيها. خلاص اخر واحده ما اضوي الفرن ولا اضوي لك اياه؟ ما اضوي طبعا. خلاص جاهز. اوكي والله سريعه ارقام قياسيه غاده فظيعه. اذا هذا الجات وسع معنا 6. هلا نحط بقيه الصوص. فهذه السر اكلات زاكيه دمها خفيف زاكيه وسريعه. برافو. بس الجبنه الايمنتال هي يعني ما بنصحش انكم تغيروها. لازم تمشوا عليها يعني. شوفي شيف انت بتعطيهم ديمقراطيه. يعملوا كثير اشياء بس في اشياء خطوط حمراء ما تخربوش الطعمه. لا يعني حتختلف حتفرق. أوكي. لان الايمنتال نكهتها مميزه جدا. حطها بقى في الفرن مش هتاخد وقت هي على طول لغايه يا رندا. في اجانا تليفون بيسالوا في مسابقه يوم الخميس. انا لسه كنت عايزه اقول لك. تفضلي. على ما تسيح الجبنه. تفضلي انت اللي هتختاري السؤال. تفضلي. شو السؤال؟ اسالهم شيء. ايش انت بتعملي كل مره؟ مره سالنا دنيا يا دنيا بيجي كم مره في الاسبوع. مره سالنا امتى ابتدى البث بتاع القناه. قناه رؤيا. مره سالنا اسم الكتاب ايه. اوكي. مره سالنا استعملنا الفود كالورينج في اني وصفه. اوكي يعني ممكن يكون سؤالنا هو اوكي. سؤالنا ليوم الخميس اللي بجاوبه يوم الخميس بجا. كاميرتي بتقول انه انا لسه بدي اقرر السؤال. يلا اي ساعه ببلش برنامج دنيا يا دنيا؟ من كام لكام؟ واي ساعه بينتهي؟ حلو. اي ساعه ببلش برنامج دنيا يا دنيا واي ساعه بينتهي؟ بتجاوبوا على السؤال وبتربحوا جائزه يوم الخميس. اوكي حلوه. اوكي لطيف. سؤال بحب الاسئله السهله علشان نحب كل شيء سهل. الاكل سهل والاسئله سهله ونحن مرتاحين. هلا رح نخليها قلتي لي بالفرن شي 3 دقائق. بقى 3 دقائق بس. تسيح الجبنه. اوكي تاكلي احلى كانيلوني. خلص كثير منيح يعني. واتفقنا انه كيك الجزر رح تعطينا اياها يوم الخميس. ان شاء الله. اوكي لانه اليوم اعطينا الكريب حقه وزياده. وزياده. لا طلع شيء كثير سهل وكثير طيب. يسلموا ايديكي غاده. تسلمي. عارفه كمان مره كان في ناس عايزين يجوا عندنا اصحاب جوزي وكانوا عايزين الترابيزه تبقى سي فود فاخدت برضو الجمبري وحشيته من جوه. اخدتي الكراب وحشيته من جوه مشروم وجمبري وحتت سمك صغيره وحتت كالاماري صغيره. صح. وعملت نفس الصوص دي بس حطيت عليها شبت اللي هو الدل. الشبت كتير بيمشي مع السمك. صح.
بس وحطيته وكثير طلع حلو كثير زاكي مزبوط. يعني بيقدر الواحد طالما الطعمه مناسبه بتقدري تبدعي وتعملي تغييرات. بصي هو الطبق انك تعملي طبق كانك بتصممي فستان. انت عارفه مثلا الكم ده بيليق على القصه دي واللون ده هيمشي مع اللون مزبوط. ده فمثلا احنا عرفنا ان جوزه الطيب بتمشي مع السبانخ والايمنتال ماشيه معاهم فهو انت بتصممي طبق كانك بتصممي فستان. حلو جود. بس عايزين نطلع ايش حبيبتي نطلع نستنى هلا لا لسه ضل معنا دقيقه أوكي. بدنا الشيال السخن هيو هلا كمان قلتي اوكي خلصت خلص هي بس انت قلتي بس بسوخ الجبنه لانه كل شيء مستوي مزبوط هي بس بسوخ برافو شوفي اوكي بتجنن يلا هلا لازم ندوقها بسرعه حلو يلا يا رندا دوقي وقولي لي رايك اوكي بنذكر انه مقادير هاي الوصفه بتنزل على صفحه على صفحتنا على فيسبوك facebook.com اوكي اذا هلا بنكون اليوم انهينا حلقتنا غادة عملت لنا اليوم كانيلوني بالجاج والسبانخ والمشروم والعيارات أو الريسيبي رح تكون موجودة على صفحتنا بفيسبوك ومنذكركم بإيميل البرنامج دنيا donya_ya_dunya@ruya.tv منذكركم كمان أنه بتقدر تشوفوا كتير من فقراتنا على يوتيوب www.youtube.com/ruya_tv ومنذكركم كمان بالويب سايت www.ruya.tv وهيك بكون انتهى لقائنا لليوم شكرا غادة اهلا وسهلا يسلموا ايديكي اهلا ومنذكركم الكاروت كيك يوم الخميس والإجابة على السؤال رح يكون كمان يوم الخميس ومنتمنى لكم بأية نهار سعيد جدا ومنستناكم بكرة على 8:30 وما تنسوا دنيا الصحافة على 7:30 صباحا وهيك بكون انتهى لقائنا فيكم إلى اللقاء